ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في زهور المحبة والخير والأمل التي نبثها لكم عبر برنامج سنابل الخير على قناة السعيدة. برنامج سنابل الخير برنامج إنساني يروي وقع الكثير من الأسر المحتاجة للدعم اجتماعيا وصحيا. برنامج سنابل الخير يبعث الابتسامة والأمل من جديد. خلونا نستعرض مع بعض الحالة الأولى مع علي محمد الخميسي والذي يعاني من سرطان في الساق ووضعه الاجتماعي صعب جدا. خلونا نشوف تفاصيل القصة، خليكم معنا. أعزائي المشاهدين، مرض السرطان يختلف من شخص لآخر، فعلي يعاني من نفس المرض ولكن بوجع آخر. لنتعرف أكثر عن هذه الحالة، خلونا نشوف تفاصيل القصة أكثر. كيف حالك يا أبو علي؟ الحمد لله. الحمد. كم معك أولاد؟ 6 أولاد. من أي محافظة؟ محافظة حجة. حجة تحديداً؟ خيران الخميسين. نعم. كم لك متزوج؟ لي من 2003. أكبر ابن وأصغر ابن كم أعمارها؟ أكبر ابن 14 وأصغر ابن 3 سنوات. إيش يشتغل حاليا؟ مدرس. بين السين والنون جسدت كلمة سرطان معاناة كبيرة في جسد وقلب كل من سكنه أو تعايش مع حالة مصابة به. السرطان الذي يتوغل في جسد المريض فلا نجد له العلاج المناسب، خصوصا في دولة نامية كاليمن. اليوم وقد أصيب به علي ابن 13 عاما، يعجز عن ممارسة حياته بسهولة كونه استقر في ساقي بالقرب من مفصل الركبة. راح يحطب في الجبل وطاح، ظهر عليه يعني الأثار تعب ورم، ثم بعد ذلك يعني ما كانش ينام، ألم شديد. بعد ذلك أخذته إلى المستشفى فيجروا له عملية جراحية في الساق، قالوا أنه يعني قيح أو دم، ولكن بعد إجراء العملية الجرح بدل أن يلتئم زاد في التوسع، مما قال الدكتور لابد أن نطلع به إلى صنعاء. طيب كم عملتوا الآن؟ كم قدروا له جرعة بالبداية؟ إلى الآن تقريبا 12 جرعة. طيب ما هي الأعراض اللي طلعت له أثناء يعني عمل له الجرعة؟ طبعا كما تشاهدون في الصورة يعني ظهر ورم يعني كبير، يعني زاد، كان صغير وكبر يعني إلى 15 سنتي الورم. بعد ذلك يعني جرينا له عملية اسمه الجرع، وهكذا 12 جرعة إلى الآن. جاء من حجة إلى صنعاء بحثا عن العلاج ليتم تحويله إلى الخارج لإجراء عملية جراحية تتجاوز تكلفتها 26,000 دولار. الأب الذي يعمل معلما وفي ظل انقطاع الرواتب وسوء الحالة المعيشية لم يتحمل وجع ابنه ليصاب بالسكر ومشاكل بالقلب وجلطة جعلت نطقه متعبا. قضى الله عليه بأخبث مرض السرطان، جلست أعالجه ما يقارب 1.5 سنة، ثم بعد ذلك قال الدكتور يعني لابد من تدخل عملية جراحية، قلت للدكتور كيف تدخل العملية الجراحية وكم تكلف؟ قال اسأل، فسألت، فإذا الموضوع أكبر مما صوره. جاء الخبر 26,000 دولار من مستشفى بالهند، وأنا أعالج ابني ذهبت أصابني مرض السكر، ذهبت إلى الدكتور بالتحاليل فإذا به يستغرب، فقلت ما بك يعني لماذا تستغرب؟ قال إن التحاليل معدلك التراكمي 600، يعني وهذا يحدث غيبوبة،
يحدث كثير غيبوبة. فقلت له بابتسامة يعني لا تخوفني، فعندي ما هو أكبر منه. ثم بعد ذلك أصبت بجرح في قدمي، وأجريت عملية جراحية وتقيحت، واستمر الأمر والتقيح ما يقارب ستة أشهر، وأمر الدكتور بقطعها طبعا لولا تدخل عناية الله. والحمد لله تحسنت، ولكن ما زال آثارها إلى اليوم. نعم. ثم بعد ذلك تعرضت لجلطة، جلطة ربما تلاحظون من خلال كلامي آثارها، لولا تدخل عناية الله لكانت جلطة قوية. ثم بعد ذلك يعني تعالجت وذهبت إلى المستشفى لعملية القسطرة. سويت عملية القسطرة طبعا على حساب فاعل خير، ولكن ظهر التقرير المفجع هو أنني أحتاج إلى دعامات للقلب بمبلغ 3,700,000، وهذا ما لم أكن أتوقعه طبعا. عندها قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحيانا تتجاوز الكلمات التعبير، فوالد علي قد أفنى عمره في تدريس التربية الإسلامية، لذا يتحدث العربية بطلاقة عل حروفها تشعركم بجزء من أوجاعه. أنا مدرس، والحمد لله المدرسين حالهم يصعب عليهم في هذا الزمن وفي هذه الظروف، فكيف بمن حاله مثل حالي؟ كيف حالك يا علي؟ الحمد لله. لله. أنت بصف كم يا علي؟ سادس. متى وقفت؟ وقفت دراسة ولا مواصل؟ مواصل. مواصل دراسة؟ إيه. كيف العيشة هنا بصنعاء؟ حلو ولا بالقرية؟ فنان. فنان. أين أحسن؟ القرية. ليش القرية أحسن؟ إيه. ليش؟ لأن هناك متودين. لأنه إيش؟ لأن هناك متودين. لا هناك مش أنا. هنا إيش الفكرة؟ إيه ليش أحسن هناك؟ لأن خلقت هناك وهناك مرتاحين. يعني هناك أصحابك، قريتك، أهلك، أمه. أيه. يعني أنت متعلق بأمك كثير؟ قليل. قليل. أنت تقول كثير. مين أنت متعلق بأمك ولا بأبوك؟ كلهم سواء. أيه. كيفك شاطر بالمدرسة؟ من يذاكر لك؟ أذاكر بعض المرات ناس وبعض المرات أبي. ذهبت إلى اللجنة الطبية العليا وإلى وزارة الصحة، فأفادوا بأنه لا يوجد إمكانيات. لا أسوأ من عجز الوالد عن إنقاذ فلذة كبده، لذا تراه يهرب بدموعه من الجميع، يشعر بإنكسار لا حدود له. وقد رأينا الحال الذي وصل إليه هو وابنه، إنه وجع الحياة حينما يمتزج بغصة القلب وانكسار الروح. ما حدث وما سيحدث لم يكن ارتجاليا، لم أقف أمامكم من فراغ، بل بعدما استنفدت كل الطرق والسبل ذهبت إلى اللجنة الطبية، ذهبت إلى وزارة الصحة، ردوا لأنهم لا يوجد دعم. تركت الجمعيات والخيرية، تركت كل باب، ولكن لا فائدة من هذا. والآن أتوجه إليكم بأن تجدوا حل لابني، لأنه مرضه يعني صعب ومر يعني لا يوجد إلا في الخارج. وأسأل الله لكم، أسأل الله لكم الصحة والعافية، كما أسأل الله أن يشفي ولدي وأن يشفي كل مريض. في صنعاء تم إيجاد حل وحيد، وهو قطع ساق علي، ولهذا آثاره المستقبلية نفسية وجسدية. فكيف تقطع ساقه وأمل علاجه في الهند ممكن؟
أوليست مؤلمة تلك المساحة المحدودة من الحياة؟ الدكتور طبعا قال أمر ببثر الرجل، لكن البثر ليس حل لمثل هذه الحالات، بل بثر وبعد ذلك كيماوي وبعد ذلك إشعاع، يعني مسألة مش سهلة. لكن الحل الوحيد هو السفر إلى الخارج بالهند، لأنه موجود حله، موجود يعني الحل في الخارج، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ الأمور والأسباب. المريض الطفل علي محمد ناصر الخميسي يعاني من سرطان في الرجل ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية. عندنا هنا في اليمن قرروا بثر العضو كامل. الأطباء نصحوا بالسفر للخارج لكي يتم عملية جراحية لاستئصال ورم مع البقاء على العضو الذي هي الرجل. تكلفة العملية بعد أن تم أخذ عرض السعر من الهند 26,000 دولار. المريض حالتهم المادية والصحية صعبة جدا، لأنه الأب أيضا مصاب بالسكري، ثم عنده أيضا الضغط مما سبب له أيضا إلى الآن يحتاج إلى دعامة للقلب. تساقط شعر علي وحواجبه، لذا فضل تغطيته. وكيف يغطي ما في القلب من أوجاع؟ تساقط شعر هو أكبر عائق، وكان أثار نفسية عندما يضرب الجرعة، يعني يأتي إسهال، قذف خاصة، قذف شديد. أنت إيش تكون بالمستقبل؟ ما أدري. إيش تكون؟ إيش تكون دكتور؟ إيش تكون مدرس زي أبوك؟ دكتور. ليش إيش تكون دكتور؟ هكذا. عشان إيش؟ عشان تعالج الناس. إيش؟ قليل هكذا أعالج الناس أسوي. بس. طيب إيش مناشدتك لفاعلين الخير رجال المال والعمال بنشان حالتك؟ يدعمون علشان أسافر للهند وتعالج. أتوجه إلى الله أولا ثم إليكم ثانيا بمساعدة ابني، وقدر الاستطاعة ومساعدة كذا أطفال في عمر الظهور مساعدتهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه قصة علي، وهذا وجع والده علي، وهذه مأساة أخرى من مآسي السرطان نضعها أمام أعينكم وقلوبكم، لعلنا نجد من يمسح دموع القاهر والألم. الأعزاء جميعاً، الكثير من الأوجاع والكثير من الآهات بحاجة للدعم والمساعدة، وخاصة مرضى السرطان. علي واحد منهم، ووالده أيضا يعاني من أمراض كثيرة. للتواصل مع الحالة يرجى الاتصال على الأرقام أسفل الشاشة. خلونا ننتقل إلى الحالة الثانية، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.